قدامها. للسيدة مباركة عويلية الإبراهيمي. الشهيد بلقيس الإبراهيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية لأجمل تونسيين وأجمل قبلة على رؤوس هؤلاء جميعا، هؤلاء اللي وقفوا معايا في السنة الفارطة، بكوا مع أولادي عندما بكوا، ومسحوا دمعي عندما بكيت، وبكوا رب عائلة افتقدته بطريقة بشعة وغادرة. تحية لكل التونسيين الذين حضروا والذين لم يحضروا. تحية لكل التونسيين تسبق تحيتي لرموز الأحزاب السياسية، لأن شعبي قبلكم، الشعب باق وأنتم متحولون. تحية لأحبابي ولناسي الذين أتوني في 25 جويلية الفارط من أقاصي البلاد، وباتوا في الشوارع ليقتصوا لي. واعتبرت حضور التونسيين في ساحة باردو في السنة الفارطة حضورا إلى بيتي، لأنه لو لم يسقط محمد إبراهيمي صريعا في دمائه لما كان اعتصام الرحيل. لو لم أبكي أمامكم ولو لم يبكي أولادي لما أتيتم إلى هنا، ولما كان اعتصام الرحيل في السنة الفارطة، ولما كانت السنوية الأولى للشهيد. الآن أيها الإخوة، قدمنا شهيدا أعتبره شهيد تونس جميعا، وهو زوجي في بيتي، أبكيه هناك، أما عندما آتي إلى هنا فهو شهيدكم وهو شهيد الجبهة الشعبية وهو شهيد التيار الشعبي الذي أسسه. ما زال لم يحبو بعد هذا التيار، ما زال يخط مسودة تأسيسه هذا التيار. أرادوا أن يقصفوه، لم يشاءوا له النور، ولكن بصبرنا وصبركم معنا كان التيار الشعبي تيارا مناضلا ناصريا قوميا تقدميا، وسيظل جنود أبناء التيار الشعبي جنودا للجبهة الشعبية التي كان محمد إبراهيمي أحد مؤسسيها. وأقول، ومهما كانت الرياح عاتية على التيار الشعبي وعلى الجبهة الشعبية، أنني وأبنائي وقود للجبهة الشعبية. ولو كان محمد، وأقول ربما بشيء من التعصب له، أنه لو مات مجوسيا لكنت مجوسية، رغم أني لا أحد يعلمني في ديني، لا الذين سبقوا ولا الذين تلوا، وخاصة تجار الدين. ومن هذا
المنبر، أدعوهم لمناظرة في الدين، أدعوهم لمناظرة في القرآن الكريم في فهمه وفقهه وتفسيره ومعانيه. وأدعوكم أيها الظلاميون لمناظرة في السيرة النبوية وفي الحديث وأنتم فاشلون. وأدعوكم أيها الإرهابيون القتلة لمناظرة في الفقه، ولن تقدروا علي، أنا ابنة الجبهة الشعبية. الجهاد في فلسطين يا تجار الدين، أقول أيها الأحبة إن عصابات القتل والإرهاب لا تملك إلا اللحية العفنة والملابس القذرة. نحن المسلمون بقلوبنا وبأخلاقنا وبسماحتنا، نحن المسلمون الذين نفهم أن القرآن الكريم علمنا أن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. هذا ما تعلمناه من رب العزة. أيها المتسخون، أيها المأجورون، هذا إسلامنا وليس إسلامكم. أيها الإخوة، نحيي هذه السنوية. لا أريد أن أسهب في هذه الفئة العفنة. أعود إليكم أيها الأحبة، نورات تونس ونجوم تونس المتلألئة في سمائها، أعود إليكم أيها الأحبة ليقول لكم أنه بقدر ما فجعنا في فقيدنا وفي جميع شهدائنا الذين سبقوا محمد إبراهيمي والذين تلوا محمد إبراهيمي والذين ربما يتلونه، وما دامت حاضنة الإرهاب هذه موجودة فربما قد تتتالى قوافل الشهداء. أقول لكم إن بلادنا تمر هذه الأيام بأحلك فتراتها، وإن كنت قد ذقت الوجع مرة فلقد في مناسبة وذقت معي وجع 25 جويلية 2013، فتذكروا منذ أيام قليلة ما حصل لأبنائنا ولإخوتنا ولأطفالنا أولادنا أيضا، لأن منهم ما أصيب منهم في سن ولد عدنان، هؤلاء الذين أصيبوا في جبل الشعامبي. نقول لهم إن العين التي عيونكم التي تبكي هي عيوننا، وإن قلوبكم التي تحزن أيها الأحبة هي قلوبنا. وأنا ذقت من الكأس الذي تشربون منه الآن، وأعرف ما معنى أن يصاب حبيبك في مقتل، وما معنى أن يكون الإنسان غافلا وإذا به يحتضنه الرصاص، والرصاص الإرهاب الذي احتضن محمد إبراهيمي في نص نهار الخميس 25 جويلية هو بيده حمم الأربيجي. الأربيجي حمم الأربيجي التي بيدها حمم الأربيجي اللي ضربوا بها أولادنا في جبل الشعامبي، وكأني بيهم يفرزوا في ضحاياهم، يختاروا فيهم من أولاد المناطق المهمشة والفقيرة، يختاروا فيهم فرد من حزام الفقر، وليعلموا أن حزام الفقر الذي تصطادون أولاده هو نفس حزام الفقر الذي فجر 17 ديسمبر المجيدة، و17 ديسمبر لم تصل إلى المدن المترفهة ولا الأحياء الراقية إلا ما بعد أن أريقت دماء أبنائها في سيدي بوزيد
وفي القصرين وفي سليانة والمناطق الداخلية. سليانة ضحية الرش كما قال لي أحد أبنائي هناك، تذكروها. أقول له أيها الحبيب، كل تونس ضحية الرش وضحية الإرهاب وضحية القتل. أقول لكم حتى لو طيل ما دامت حاضنة الإرهاب موجودة، ما دامت حاضنة الإرهاب موجودة، وما دام الحكم الدافئ للإرهابيين موجود، فانتظروا مزيدا من الضحايا. إن كنا في اعتصام الرحيل في السنة الفارطة قد أزحنا الجماعة من المشهد، ولكنهم قالوا بأنفسهم خرجنا من الحكومة ولم نخرج من الحكم، وهو يعلم ما يقول ذلك السفيه، لأنه ترك جذورا له في الإدارة التونسية وفي المؤسستين الأمنية والعسكرية، ترك جذورا في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهو ما يفسر حوادث الإرهاب التي يسقط ضحيتها أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية. سيظل الحال كما هو، ونظل ضحايا لعصابات التهريب وعن عصابات السلاح. سنظل ضحايا، ربما قد تحصل حوادث جديدة ما دام هؤلاء يصولون ويجولون، ما دام بلادنا لم تقع فيها محاسبة إنسان كان على رأس الحكومة، وبعد أن خرج قال في وسائل الإعلام لقد هربت أبا عياض. أهذه دولة تحترم نفسها أم حكومة تحترم نفسها؟ بعد رحلة طويلة من الحوار الوطني وبين قوسين يعني يبقى التحفظ عليه، جاءت حكومة بخارطة طريق قالوا إن أول حاجة مش يعملوها هي كشف ملف الاغتيالات. بعد عام كامل ملف اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي ما تقدموا فيه حتى شيء، بإصرار غريب وعجيب ومريب على طمس كل الأدلة. الحكومة تخدم في خدمة جبارة برشا باش تطمس جميع الأدلة التي تدين القتلة. جتهم قبل 13 يوم وثيقة من الأمريكان قالوا لهم إن الراجل باش يغتالوه، وخبوا الوثيقة في أدراج مكاتبهم. أليس هذا تواطؤ فاضح من الدولة التونسية؟ يقول رئيس الحكومة في المرة الفارطة بعثنا تنبيه إلى المؤسسة العسكرية بأن ستستهدف. كيف؟ هل تصل المكاتب أم لا تصل؟ ماذا يحصل في هذه الدولة؟ من يحكم في هذه الدولة؟ هل يحكم فيها رئيس الحكومة أم من؟ من يحكم في وزارة الداخلية؟ يحكم فيها لطفي بن جدو أم من؟ أيها الإخوة، أنا قلت في مرات كثيرة أن رهاني على هؤلاء الذين تركوا راحتهم، وهذه المرة وكما المرة السابقة تركوا راحتهم استحبابا ولا مجاملة، لأنهم ليسوا في حاجة لا لمجاملتي ولا لمجاملة التيار الشعبي ولا الجبهة الشعبية. خرجوا حبا لبلادهم ووفاء لشهدائهم. أزحناهم من المشهد في المرة القادمة، فاقتلعوا جذورهم، اقتلعوا جذورهم من كافة المؤسسات. رسالتي إلى أبنائي وأحبابي في الجهاز الأمني وفي الجهاز العسكري، أنتم تاج رؤوسنا، نظفوا قطاعاتكم ونحن معكم. والبلاد تستحق تضحية وتستحق وقفة رجولة ووقفة شجاعة، لأن إن كنا نحن
عشنا ايام عصيبه رانا ما نحبوهاش تتكرر مع وليداتنا الصغار. وان كنت انا قد التعت في زوجي كما التعت بسمه، كما التعت السيده هدى نقر، كما التعت اسلام بالمهتي، كما التعوا الامهات وزوجات الجنود. اللي صار لي ما نحبوش يصير مع اولادي، واللي صار للجنود والعائلاتهم ما يلزمش يصير مع اولادهم. علينا ان نتصدى جميعا للارهاب، علينا ان نفضح من رعى الارهاب، علينا ان نضع الاصابع في الاعين. انتم من قتلتم التونسيين، وعلى الاجهزه الامنيه والعسكريه ان توقفهم وان تحاسبهم. على الحكومه التونسيه ان كانت تحترم هذا الدم الذي سكب في هذه البلاد ان تاتي بهم مغلولي الايدي وتستنطقهم اذلاء وتحيلهم على قضاء عادل. دون هذا فلا نحن منكم ولا انتم منا. انا حزامي هذا الشعب، ولن اعترف بكم ما دمتم تقتلون القتيل وتتآمرون عليه حيا وميتا. فلسنا منكم. هؤلاء أهلي وهؤلاء أحبتي وهؤلاء من استنصرت بهم في الصائفة الماضية، هؤلاء الذين استنصرت بهم فنصروني. جبهة الشهداء الجبهة الشعبية تستنصر بالشعب التونسي، فلتنصروها. لسنا عباد كراسي ولسنا عباد مناصب، ولكننا عباد تونس. قدمنا دماءنا من أجل تونس، وما زلنا قادرين ومستعدين لتقديم المزيد. بيني وبينكم دماء الشهداء. عاش شهداء تونس، وعاش الشعب التونسي، والمجد والخلود لشهداء حركة التحرر الوطني في البلاد منذ حقبة الاستعمار إلى الآن. تحية لشعب فلسطين الذي قسموه فأصبحنا نحن نتحدث عن غزة. تحية لفلسطين المحتلة شبرا شبرا. تحية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يذودون عن بلادهم بصدور عارية. تحية لشعب مصر العظيم. تحية لشعب مصر العظيم الذي كنس عصابات الإخوان المسلمين. ما زال في الطريق بقية إخوتنا في مصر. تحية لشعبنا في ليبيا الذي يكابد عصابة الإخوان المسلمين العميلة. تحية لجميع أبناء الأمة العربية. المجد والخلود لشعبنا ولأمتنا. وعاش اعتصام باردو، وإلى الاعتصام القادم بإذن الله، والسلام عليكم.